قالت تدري أنا إيش كثر عزك، بس اللي صار وراني فهد إيش كثر بعيني. ليش أرد له؟ أنزل من نفسي وأرد له ليش؟ لأن هناك بيتك وبيت بنتك يا نورة، لا تخلين وحدة مثل هذه تفوز عليك وتاخذ رأيك. فهد هو اللي اختار. ما شفتي لما عرف إنها درت إنه متزوج زر عقله؟ ما حشم لا صغير ولا كبير، مد إيده عليه خالتي، إيش تنطرين أكثر؟ وأنت شفتي أنا إيش سويت فيه؟ أنا ما سكت. نورة يمه، أنت تدرين أنا ما عندي بنات، ويشهد الله إني أعدك بنتي، وإن معزتك ما تقل عن عيالي ولا نتفة. شلون تحطين ببالك إن أنا أرضى عليك؟ أنت وعمي رايتكم بيضة خالتي، أدري ما تقصرون، بس هو اللي بايع. ما يبيني، شو أسوي؟ تبوني أجبره يعيش معاي؟ مدام رايتنا بيضة على قولتك، لازم تردين بيتك، معززة مكرمة، ولك منه كل اللي تبين. وصدقيني ما رد لك، ما رد بعقل ويعرف إنك أنت الأصل. طيعيني يا نورة وردي معانا البيت، وصدقيني مو صاير إلا اللي يرضيك. شو رأيك بعد؟ فهد، بس أنا ما أقدر أكون سبب في خراب بيتك. بنتك هالمسكينة هذه شنو ذنبها؟ وين بتتربى؟ حتى لو انفصلنا أنا ونورة، أنا موجود راح أربيها أحسن تربية. البنت لما تتربى بين أمها ويا أبوها صدقني بيكون غير. أنا ونورة إذا ما انفصلنا، البنت راح تكبر بين أم وأبو يكرون بعض. شنو أحسن؟ البنت تكبر بين أم وأبو منفصلين وكل واحد ببيت بس يحترمون بعض، ولا يتمون ببيت واحد بس يكرهون بعض كل يوم صراخ ومشاكل ونجرة؟ ونورة ايش فيها نورة؟ ايش ذنبها؟ أنا ما أحبها ولا راح أحبها، حاولت بس ما قدرت. احنا للحين مو متعودين على بعض، هي لا تشبهني ولا أنا أشبهها. أكذب عليك لو قلت إن هي مو زينة أو مقصرة معاي أو متعبتني، بس أنا ما أحبها، ما أحب هي بعد ما تحبني. لو ما تحبك كم ما صبرت على خيانتك، كم ما جتني للبيت لي عندي ترجاني علشان أدخل عنك. هي لو تحبني من أول مرة سمعت صوتك كان قلبت البيت على رأسي. ولو أنا مستحيل أكون سبب في خراب بيته وعائلة. البيت خربان قبل لا تعرفينه، والعائلة ما يربطها غير عقد زواج. فهد يننتني، ماني عارفة شلون أفكر، أحس إني مشلولة مربطة، ماني عارفة شنو أسوي ولا شنو لازم أسوي. زينب لحظة، أنا بعد نفسك ضايع مو عارف شو أسوي، بس كل اللي عارفه عادي أخسر الدنيا كلها بس ما أخسرك. أنت مو ملاحظ إن أنت كررت هالكلمة هذه وايد؟ قاعد تخرعني. وأنت تشكين بهالشيء؟ لا، بس اللي بيبيع بنته وأهله علشاني ممكن يبيعني، وأنت مو كذي فهد. دام أنت رضيت أن أهلك هم اللي اختاروا لك كل شيء بحياتك، من تخصص دراستك للإنسانة اللي تشاركك حياتك، فخلك راضي. شنو يعني زينب؟ شنو بتوصلي له؟ قصتي معك خلصت هني، بس لا تصعبها علي بعد. زينب لا تقولين كذي، أنا من غيرك أضيع. لحظة خلينا نتفق. زينب دقيقة ما خلص كلامي أنا. زينب لا تكسرين ظهري، قاعد حاجيك أنا. زينب لا تحركين، خليك. زينب لحظة، زينب إذا رحت تكسرين ظهري. زينب أنا الحين ما خلص كلامي، نطري. زينب نطري. قواك الله يبا، خوش شغل، على طول أبيك كذي. إن شاء الله عم أتعلم أكثر بعد، راح تشوف شيء وايد يسرك. كفو. يلا يبا أنا سابقكم البيت، لا تأخرون، بعد ما نخلقك ما تعصب. يلا فمالا. يلا مع السلامة علي. إيش صاير؟ أنت شنو ما دريت هاي؟ لا ما دريت. أبوك عينه وظيفة جديدة، بيخليني مدير مكتبه. مو أنت رحتي قلتي له فيصل ما يحب يكون بطالة بيشتغل؟ وبعدين؟ عيني مدير مكتبه.
ياك. سلام. عليكم السلام. يا هلا هلا يوسف، شلونك يبا؟ زين الحمد لله. هلا يوسف، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. عسى ما تغديتوا؟ لا والله ناطر محمد يجي من الجامعه. عشوه، انا مسويه ذاك الغداء، عاد تنقصت لك انت واخوك. عليكم بالعافيه. فعليك يا يوسف، ايش مكلفه على نفسك؟ كفايه وقفتك معاي لما كنت مريض. عفو عليك، ايش دعوه، لا كلافه ولا شيء، اصلا احنا ايران. وبعدين لا، كنا الحمد لله صحتك زوينه ويهك رد. لا بشرك، وايد احسن. الحمد لله. يلا عيل بالاذن، احنا بنروح نتغدى، وعليك الله امنتك بالله. اي شيء تبيه ما يردك كل لسانك، بلغ يسري ويبلغني. تسلمين يا ام يوسف، رايتك بيضه، ما قصرتي بنت الايواد، مشكوره. زين عيل بالاذن. في امان الله. شنو مستغرب حياتي؟ أول شيء الشغلة هذه وايد قريبة من أبوي، يعني راح يكون بينكم احتكاك 24 ساعة، وهذا ممكن يسبب مشاكل. وبعدين أنا بفهم إيش هالحب الزايد اللي نزل عليكم فجأة. أمي تبيك توصلها، وأبوي يعينك بأقرب وظيفة له. وبعدين ثالث شيء أحس إنها ما تناسبك. أنا كتبي لك شيء وايد أحسن. شوفي حبيبتي، أنا ما أعرف أرتب أفكاري وأصفف الحكي نفسك، أنا اللي بقلبي على لساني. هذا أكثر شيء أحبه فيك، سمعني. أنا قبلت بالوظيفة ليش؟ لأن أنت متعلقة بأبوك، وأنا أبي أكون قريب منه عشان علاقتي تصير ممتازة عشانك. إيه بس ممكن تصير وايد سوالف وم... لا لا لا، ما راح يصير العكس، وعد مني. إنزين، وبعد؟ التغيير ما يا فجأة. أنت حبيبة أبوك، وأبوك ما يرفضك ولا طلب. وبعدين هو قال لي إنه مستانس إن أنا طلبت، إنه ما أحب أقعد بطالي، أبي أشتغل. إيه صح. أبوي يحب هالسوالف. وبعدين سالفة الوظيفة ما تناسبني، استريحي عاد، بس هياط. أنا أهايط؟ إيه، تهايطين وايد، سوالف برستيج مو برستيج مو علي أنا، أوكي؟ ماشي أوكي، حقك علي. أنت الحين مرتاح كذي يعني؟ أوف، وايد مرتاح. أنا جبت راسك بأسبوع، أعطيني أسبوعين بس، أهلك كلهم بالمخبة. شنو أحسن؟ البنت تكبر بين أم وأبو منفصلين، وكل واحد ببيت بس يحترمون بعض، ولا يتمون ببيت واحد بس يكرهون بعض كل يوم صراخ ومشاكل ونجرة؟ انت قاعد اللي بقحفيه كان قاعد بسمره، وين صاحبك؟ كنت نكد وياك. وينه؟ ايش تعراني؟ صار له سنه ناطنا، انت لو ما قال لي متضايق كان ما نطرته مشيت من زمان. قاعد ايش فيه؟ استرقنا عنه. شرف. ايش فيك صاير؟ ماما مقموط شويه، قلت روح نتغدى ورا. ماما شنو؟ شك؟ اي شيء؟ بعدين انا ما اقدر اتغدى برا. عدنان ناطرني بالبيت. وانا بلغت الاهل اني بروح اتغدى معاهم. تكفون اقول لكم مقموت. خلني اتغدى برا، ابي اسولف بطلع اللي فيني. خلص عاد قول ايش فيك. شوف اذا ما قلت لنا ايش فيك ترى ما احنا جايين معك. بطلق.
غريبة رديتي. نورا أنا آسف عديتك معي، وآسف على الطريقة اللي عرفت فيها، بس قبل لا تحقدين علي سألي نفسك، أنا وياك نحب بعض، أنت تحبيني؟ نورا قاعدة حاجيج أنا. خالتي بتنجب الغداء تحت، إذا تبي تتغدى تعال. بس خلاص ماني قادر اكمل معاها جد حد جد. زين صار شيء بينك وبينها يعني؟ يا اخي صايره اشياء وايد وايد. دور السبه عشان تهاوش 24 ساعه احنا. بس تبي فلوس؟ ما ادري. كذاب. لا تقعد طالعني كذي. كذاب ومشلو عينك. لا تعذرب البنيه وتطلع فيها الف عله عشان تطلع نفسك بريء. لا حمود مو كلش مو كذي. لا تقعد تفلسف. صاحبي وعرفك من عمر مو امس ولا اليوم. يا جماعه الصاير ترى انا مو فاهم شيء. احس نفسك مبارس ما يكون فهموني عاد. تبي الصج؟ ايه. الاخ الكريم يطلق زوجته عشان ياخذ حبيبته الاوليه. ذمتك. ايوه. حبيبته اللي هدها قال ما تزوج واحده اكلمها وما ادري شنو. لا انت جد تافه الحين. فروس لا تصير معاه انت ثاني بعد. لا معاه ولا شيء. انت بمزاجك تزوجت وانت بمزاجك هديت حبيبتك. شنو عبالك انت زواج لعبه؟ هل رايح بمخك انت؟ ترى راح اسوي شيء مع خواتك. حاولت بس ماني قادر. حاولت شنو؟ حاولت اني انساها. بس ماني قادر جد. احبها. جد احبها. يا اخي كل ما مرتي سوت شيء حطيتها ذيك مكانها. قلت له يا مرتي ما سوت كذي. اي بس هذا غرارك. وانت لازم تتحمل مسؤولياتك. ذنبها البنت اللي بتطلقها. بعدين تعال قل لي رجع تتكلم. لا يبغى ولا ادري عنها كلش. ذيك المره شفت صدها بالشارع سلمت عليه حتى ما ردت عليه السلام. زين تسوي فيك؟ انت ايش فيك؟ ليش قاعد تكبر علي؟ صح كلامها بعد دام ما ردت عليك يعني شافت حياتها البنيه. يعني انت لا تصير ياهل وتخرب حياتك بيدك. اي والله يعني يقول يحبها. لا حبيبي انت ما تحبها، انت تحب نفسك. لو تحبها كان ما هديتها من الاساس. لا انت جد اناني والله العظيم انت جد اناني. انت شو قطعني شي بعد يا الندم؟ اول مره تقول شي صح. ايمان ها مشغوله عندك 10 دقائق بس قبل لا تبتدي الحلقه. يلا قولي ايش عندك. ماني مطوله عليك بس عندي سؤال واحد صغير. لو يرد فيك الزمن قبل لا توافقين على ابوي تاخذينه؟ هو النوبه شو السؤال الماسخ؟ يما اخذيني على قد عقلي خلاص جاويني. يما اي لحظه شوي. اي من صدقك؟ عشانك انا ما يخليني ارد اخذ ابوك مره ثانيه الا لاني انا جبتك انتي منه. انت الشيء الوحيد الزين بحياتي معاه. ماكو شيء بحياتي غيرك. انا اول مره ادري انك تحبيني هالكثر. مو ضروري تدري. يما انت مو مرتاحه مع ابوي. انا من وعيت على هالدنيا وانا اشوفك 24 ساعه تهاوشين وياه. لا هو مرتاح ولا انت مرتاحه. شو اللي حاطكم على بعض؟ انت الشيء الوحيد اللي رابطنا ببعض. انا ما ادري هو شلون يفكر بس اتكلم عن نفسي.
عشانك انتي انا ظليت معه، صبرت وتحملت علشانك. انا صدق اول مره ادري انت ايش كثر تحبيني، فهمت بعد ليش انت قاسيه معي. هلا ابو مريم. هلا والله، تفضلي. هذا جدركم مغسله ومصوبنا وشغل عدل، بس سامحيني المفروض ارده في اكل، بس ما عندي احد يطبخ لي. لا عفو عليك، ايش دعوه يا حافظ، احنا ييران. بس انت ليش منزله بروحك تعبان؟ كان طرشت يسري يبه. يسري وين تحصلين الحين؟ يسري وقت المهمات الصعبه تشوفي لي تخشش، ما ادري وين يروح. انا هذا ابو حنفي اتوقع متزوج بالسر. الله يقطع ابليسك ابو مريم، والله صدق يمكن مسويها، لان الحزة الحزه اللي بقيناه ما ادري وينه يختفي. خذيها مني متزوج. قوام يا عدنان. هلا يارا، شلونك يبا؟ الحمد لله بخير، شلون صرت ان شاء الله احسن؟ لا الحمد لله، ابشرك الصحه بخير. الحمد لله. ماما بس ابيش ضروري اذا ممكن. ان شاء الله يما. عن اذنكم، عاد انا ما اطول عليكم، ومشكورين مره ثانيه على الغداء. حياك الله، شكرا. هاي يما، ايش بغيتي؟ ماكو، بس حسيتك متوقف وايد سولف، قلت اسحبك بطريقه ذربه. اي زين، مشكوره. الحين يا دورك، وبيدش تخلين فهد يعاف زينب وطوايف زينب. بيدي؟ ايش انا ايش اقدر اسوي؟ اذا هو يبيها ويحبها ما اقدر اسوي شيء. المره الشاطره اللي تخلي ريلها يصوبها بدون لا يحس. والله خالتي انا مو مقصره معاه بشيء. وهو اللي ادري. ادري انك مو مقصره معاه بشيء. بس الريال طماع. يحب زوجته تكون له مرة وبنت وأخت وصديقة وحبيبة وطبيبة محامية وكل شيء بالدنيا. يا سلام، بس عشان اسمه ريال طرق الاسم هي لازم تسوي له كل شيء. انتي تبين ريلك يرد لك ولا قاعدة تتفلسفين؟ ترى احنا ما احنا قاعدين بندوة نتكلم عن حقوق المرأة، احنا قاعدين نتكلم عن فهد. مو بس ليش انه ولدي، ليش انه ما قصر معك عدل؟ قصر معك؟ لا مو مقصر معي بشيء، بس من تزوجنا ما احس انه هو معي. يعني ما يضحك معي، ما يسولف، ما يتغشمر، رسميين، ما يتكلم الا بالاساسيات، ما يغلط علي ولا اغلط عليه، محترمين بعض. اي شيء ابيه يبقى لي عندي، وانا اسوي له كل شيء. بس حياتنا كأنها مرسومه بالقلم والمسطره، كأنها واجب، كأنها فرض. اي ليش؟ ما فكرت الامور ليش كانت كذي بينكم؟ قبل لا اعرف انه يكلم واحده لا. وعقب؟ حاولتي كم شهر تقربينه صوبك وعلى قولتك ما قدرتي. والله يا خالتي حاولت، تغيرت معاه، تقربت منه ازيد، دلعته. ماكو فايدة. تذكرين لما قلت له خلينا نروح تركيا؟ عزمته على حسابي في عيد الأضحى. قلت له خلي شهودة عند خالتي ولا عند أمي، عيا ما رضى. نورة يا بعد عمري، الريال ما يطالع برا بيته إلا إذا كان في شيء ناقصة في البيت. دوري وشوفي شنو هو كملي. لا تروحي له، خليه هو يجيك. ولي شاف فيك كل اللي يتمناه وما لقى إلا في بنت إبليس، حزتها صدقيني، بيتركها ويرجع لك.
this also a cellulose residue? There should be shrapnel here and here, but there isn't. يلا حبيبي تبي شيء بطلع. وين؟ بروح ديوانة أبو عبد اللطيف مع عمي. إحنا مو متفقين نتعشى بالأفنيو؟ أوه سوري حبيبتي. راح عن بالي كلش. ما أدري نسيت. إيش رأيك خليها باكر مو أحسن؟ ضروري الديوانية فيصل؟ والله عمي يقول ضروري في شغل وايد مهم يبينا أكون معه. شغل بالديوانية؟ عاد والله أبوك هو اللي قال لي. شغل عيال فلوس أنا ما أعرف له. والطبقة المخملية هذه أنا مو صوبها كلش تدرين. باكر راح أعوضك وراح تستانسين وايد. خلي لحق العمي لا يزعل علي. I love you. زينب 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 ايش تعود تشوفيني كذي وتبشين؟ فهد انا ماخذه مرضيه من الدوام علشان ما اشوفك لاحقني هني؟ ما قدرت ماهي تضايقت من الحكي اللي سمعته ماني قادر اتقبله زينب انت مصدج هذه نهايه قصتنا مستحيل انت اللي حطيتنا بهالمكان في خيالي كانت نهايتنا وايد احلى من كذي مثل نهايات ديزني كلنا مستانسين بس انت اللي خربت كل شيء. كل قصة حب عظيمة لازم تمر مشكلة عظيمة. قصص الحب وايد واللي يخلي قصة أهم من قصة أبطالها شلون يتعبون ويتألمون بس علشان يكونون مع بعض. البطل ما يخون وأنت خاين. ما حد محصون. كلنا نغلط بس كلنا نستاهل ناخذ فرصة عشان نصحح الغلط. ما يخالف تعطيني وقت افكر؟ مخي مشوش ماني قادره اركز بشيء. بس اوعديني انك تفكرين. اعطيني امل. قاعده افكر. بس الموضوع يبي له وقت. الله يخليك فهد، خلني افكر على راحتي، عطني فتشه من غير ما تضغط علي. ترى الموضوع كلش مو سهل. اوكي زينب. اخذي وقتك. استكفين زينب أبيك تفكرين بقلبك ما أبيك تفكرين بعقلك أوكي ان شاء الله بالخير. هلا ابو مريم مساك الله بالنور. ما شاء الله عليك زينك كاشخه. اي والله قلت اطلع اغير جو اتعشى برا انا ورفيجتي. انت شو مطلعك انت بعدك تعبان؟ انا مليت الصراحه قاعد بالشقه بروحي افتر وكذي دقيت على واحد من ربعي قلت له يمرني يوديني الديوانيه من زمان مو رايح. يلا زين تسوي. كاهي وصلت هالة يلا عنتنك ياك سلام سلام عليك يا حياتي يا عيني يا عيني قاعدين سوالف ضحك غشمرة وزارعين المسكينة هالة بالسيارة متولع الريال
تعملوا التحكين شو الخرابيط. خالتي أميرة ويارنا العزيز عدنان، والله كان ودي تطلين معي وتشوفين الانسجام اللي بينه. الحمد لله والشكر. هل تشوفينه بس في خيالك المريض أو هام أو هام؟ كل من يرى الناس بعين طبعه، هذا لأنك أنت ما تبين تخلينا واقع تقولين عنه أوهام. بس أنصحك نصيحة، لازم تصدقين، ترى بتكون صدمتك وايد كبيرة إذا تزوجوا. أنتي هي بلع لسانك وعن هالخرابيط، لو والله أقوم أعلمك الأدب، سمعتي؟ زين خلاص خلاص بالطقاق، أمي هي أمي. الحمد لله والشكر. كنا حاصل لك، على الأقل إنه معانا ما قطتنا وراحت، قليلة أدب. يارا نعم سجلنا أمي راح تتزوج عمي عدنان؟ لا إيش عليك من هالخبلة قاعدة تخربط، خطوة اللي هي قاعدة تقول كذي تبي تقهرنا. زين إذا عمي عدنان بيتزوج أمي لازم أقول له بابا؟ جو قلت لك ماما ما راح تتزوج لا عمي عدنان ولا غيره، وإحنا ما عندنا إلا بابا واحد، فهمت؟ إي فهمت. توقعت ألقاك هنا. بكلمك الموضوع ضروري. ممكن؟ كذي فجأة بتسافر؟ شلون؟ حبيبتي قلت لك كل شيء صار بسرعة بسرعة. عمي محتاجني أروح معاه لأن أبو يعقوب ما راح يروح. ما شاء الله عليك أنت وعمك. فجأة الحين صرت ذراع اليمين، وكاتم أسراره، ورفيج درب اللي ما يقدر يستغنى عنك. شو هالهول؟ أنا بعرف أنت ليش معصبة، ليش متضايقة أن عمي مستانس علي. أنت تغارين مني عليه ولا غيرانة مني علي؟ شفيك؟ لا هذا ولا هذا، بس مو داش مخ المحبة اللي صارت بينكم فجأة. لا وبيوم واحد خرب علي طلعتي وهم بياخذك ويسافر. غيرة؟ أنا من شفت وقفت في عبد عرفت أنك غيرانة. فيصل دالي دال دالي دالي أنت اليوم خسرانة. حبي أنا كم دالي عندي؟ 10. دالي اكيد انت مالي غيرك. انا احس ان عمي قاعد يجربني، فاجئني مسؤوليات، يبي يشوفني انا قد المسؤوليه ولا لا. يعني بالمختصر اختبار. من يوقف معي بهالاختبار؟ مو انتي؟ اي بس مو من حقه يحط لك اختبارات، ولا انت مجبور توافق بالشغل. من حقه، انت فرضتيني عليهم نسيب، وهو اكيد ما راح يتقبل احد ينفرض عليه بالشغل. حبيبتي يمكن باكر امسك الشغل هذا كله واصير اهم واحد من بعده. تكرهين هالشيء؟ بس انا خايفه هالشيء ياثر على علاقتنا. لا 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 ما راح ياثر. انت ما تثقين فيني؟ بلى. بس عيل دالي تكفين، انا ضيعت عمري عشان هالفرصه، دشيت السجن بسبب اني بصير تاجر رجل اعمال. تدري شنو كان حلمي؟ اتريق بلندن، اتغدى بباريس، اتعشى بدبي. الحين الفرصة جت لعندي، ما تبي توقفين معاي؟ تكفين تكفين خليك معاي دالي. حاضر. زين قول لي كم يوم تقعدون في دبي؟ يومين. ما كنت متخيل اني راح اضيع عقبك هالكثر. لا ضحك لا اكل لا شرب، حتى النوم صار عقاب. بالحلم انا وانت نفس قبل حبايب، وبس اصحى انصدم. حتى النوم صرت اكره النوم والله. لو سمحت قلت لك انت الحين مو من اللي مسموح لهم ينادوني النوبه وانوبه. انا وافقت اسمعك صح، بس مو معناته تطيح الميانه بيننا. والله لهالدرجه مستكثره حتى بعد اقول اسمك؟ لا
بس انا وانت الحين غرب، يعني لازم في بيننا حدود. بعدين ترى ريال متزوج. لا تنرفزيني زينب، انت تدري ليش انا جاي؟ ما ادري. انت قول لي رائد، ليش جاي؟ شنو تبي بيتك هذه؟ شنو تبي من ورا هالكلام؟ ابي كلمه بس، ابي وعد. اذا طلقت زوجتي نضحك بعض. يا حليلك يا نيت، انا احبك جد، انا احبك وبيك. انا نسيتك رائد. كذب، ما صدقتك. بالطقاق عنك ما صدقت، مشكلتك انت. ايش فيك؟ قاعد اقول لك راح اطلق مرتي بس اعطيني كلمه، مو هذا اللي انت كنت تبينه؟ وعلى اساس ان انا تحت امرك من تقول لي يلا واركض وراك رائد بقول لك لبي؟ اعطيني كلمه وانا راح احوظك عن كل شيء صار قبل. والناس اللي انت كنت خايف منهم؟ ما قام يهموني زينب، خلاص. الحين اهم شيء احنا، انا وانت. قصدك اهم شيء الحين انت؟ قاعد تفكر بنفسك وبس. تبي تعيش، تبي تستانس، تبي ترتاح. عمري هميتك ولا كنت بهمك. بس تبي تعرف رائد شلون يعيش مرتاح. ليش ما صدقني تغيرت؟ لأنك ناطر مني كلمة عشان تطلق. تبي تضمن شيء باليمين قبل لا تخسر لي باليسار. هذا أنت رائد، من عرفتك وهذا أنت. تبي كل شيء حق روحك، بس لأنك ما تدري شنو تبي. جوه، آسف تأخرت عليك. حليل، لا عادي، ايش دعوة. شلونك؟ الحمد لله تمام. صدقي العاد ولهت عليك وايد يا حالات اللي يستحون. زين تعالي، ما قلتي لي في شيء جديد صار؟ لا ماكو شيء جديد، بس انا حاسه ان اميره معجبه بيارنا عدنان، هذاك اللي قلت لك عنه، اللي مرته اخذت بناته وانحاشت. اي عرفتي، وشلون حسيتي بهالشيء؟ ما ادري، مهتمه فيه زياده عن اللزوم، أكل، ضحك، سوالف. حلو، كان زين صدق. ليش؟ لأن العلاقة اللي بينهم لو صارت للزواج، أبوك راح يطالب فيكم، أنتي ويارا ويوسف. إي والله، صدق هذه طافتني؟ لازم ما تطوفك، هذا الشيء في مصلحتك، وأسرع طريق يوصلك حق أبوك. وأنا الغبية قاعد أحاول أخربها. تخربين شنو؟ وأنا كنت أبي أسوي مشاكل بين يارا وأمها، عشان كذي كنت أقط نغزات على يارا عن أميرة وعدنان، عشان توقف لهم عظم إهني. أكبر غلط هالشيء. أنت الحين لازم تساعدين هالعلاقة تكبر وتوصل للزواج. تالي أبوك راح يطالب فيكم تروحين تعيشين عنده وتهنين بفلوسه. محمد. هلا يبا، ياك ياك. تعال يبا تعال. استغفر الله العظيم. هلا يبا. تحب الكعبة إن شاء الله. شلونك يبا؟ بخير، عساك بخير. حسة. الأخوك شلون الحين؟ لا بشرك الحمد لله وايد أحسن. يعني عقب ما طلع المستشفى زين؟ إيه لا الحمد لله أحسن وايد. الحمد لله رب العالمين. إلا ما قلت لك صار على بناته. أنا أنحرج. الربع كلهم ينشدوني عنه. ان رحت لاخور ينشدوني عنه، ان رحت المسجد ينشدوني عنه، ان رحت الديوانيه ينشدوني عنه. ولا ادري ايش اقول لهم. الله يعيبه. على اطمام المرحوم، على حطات ايدك ما صار شيء. ايه الله يشافيه وفك عوق ان شاء الله. زين يبا، على دام اخوك تشافى لله الحمد وصار زين. وطلع من المستشفى ولا فيه الا العافيه. ما تعلمني والله قعدتك عنده ايش معناتها؟ اخاف ان عندك رسفس وتكذب علي. يبا ليش اكذب عليك الله يهداك؟ لا هو طلع من المستشفى الحمد لله احسن، بس نفسيته تعبانه للحين.
انطر ان شاء الله لين يهدى وتهدى اموره وتالي يرجع. الله كريم ان شاء الله، الله يفك عوقه ويشافيه ان شاء الله. يبا؟ يبا خير. مشكور يا يبا ما قصرت. شلون تشكرني انا ابوك؟ انا ما سويت شيء. كافي انك سامحني ورضيت عني. هذا عندي بالدنيا كلها. الله يرضى علينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين إن شاء الله. الله يرضى علينا وعليك، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير. صباح النور. الساعة 2:40. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا بالطيب الحبيب الغالي. شفتي ولدك؟ ما دام نصك فيني اكيد يبي فلوس مو خالي. يا يبا والله ولهان عليك وبسولف معاك بس. يلا عاد عن العياره، خلص ايش تبي؟ ايه يبا بغيت اطلب منك طلب صغير بس تكفى لا تردني. قول ايش تبي؟ ما قلت لكم يبي شيء؟ يلا خلص عاد خلنا نسمع. يبا بيك تشوف لي احد من معارفك عنده شركه خاصه ابي اتوظف. يبا ايش فيك تسمعني؟ لا اسمعك بس ماني مصدق. فارس لا يكون بتهد الجامعه ترى ويلك مني. لا يا يما مصدقش هد الجامعه، انا اخر سنه لي ان شاء الله واتخرج، بس كل ما في الموضوع يبا ان انا بشتغل وبدرس وبعتمد على نفسي. ها فيكم تطلعوني كذي؟ سعود واللي يسلمك ترى انا بعيده عن ولدك، انت قريب عليه. حط ايدك على راسه شوف خاف حرارته مرتفعه. هاي بشوف وقيس ضغطي بعد ثاني. ما صدقكم انتوا يبا والله كل ما في الموضوع اللي بعتمد على نفسي بس. يبا هاي الساعه المباركه بس ايش معنى الحين؟ اكيد تحت راسك رس. علامك منزل راسك انت بوسم. وهاي خالتي عمي ما صدق اذا انا عرفته ترى الحين ما عرفته؟ اكيد حاط عينه على واحده ويبي يتزوج. يا حسرتنا صدق هالحكي؟ شنو حسرتنا صدق؟ قالت بروح ادش حرب انا. يبا بتزوج حالي من حال العالم وبعدين بشتغل عشان اكد على بنت الحلال، لا تقولي لي بعدين ما تصرف عليها وطرق هدومك. ما تقول لي شلون بتوفق بين مرتك وبين شغلك وبين وظيفتك؟ شلون تصرف على مرتك؟ ما عندك عقل انت، ما عندك عقل ياهل. انتوا ليش كلها تدقروني؟ انا قاعد اقول لك يبا بشتغل وبدرس وبتزوج، كل شيء انا اقوله بالبيت مو زين، بعدين انت حق ولدك ذاك الثاني المليق اول ما توظف قلتي لي انا البرا زاهبه وخشيت لك اياها. ولما قال لكم ما بيتزوج طقيته وزعلته. خلاص يبا خلاص، انا ما ابي منكم شيء، انا اعرف حظي، انا يا صاعد رصيف، يا داش بشبه، يا داعم طوفه، انا ما اطقها عويه بهالبيت. بعد عمري. لا يا خالتي ما عليك من فارس، فارس لسانه طويل يخربط مو عارف ايش قاعد يقول. لا عادي خالتي هو ما قال شيء غلط او ما عارفه، بروح اتاكد اطمن على شهوده. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما تستاهل هالبنت اللي قاعد يصير لها. فهد الله يهداه. ما أدري إيش فيه. لأنه قاعد على كبر، استخف. الله يهديه ويصلح إن شاء الله. آمين. الله يهديه ويصلح حاله. Thank you.
مساء الخير. يما واي واي سوري بغى قلبي يوقف. انا اسف ما ادري ايش سرحانه بالتليفون. لا عادي خايف فشله فشله. لا يبا لا فشله ولا شيء يا معوده زين ما طحتي علي كان ابتلشت فيك. لا لا والله سوري صرخت بوجهك. الا انت للحين تنام عند عمي عدنان؟ ايه للحين لين يصير احسن ان شاء الله وتالي ارجع البيت. يعطيك العافيه. زين انا عن اذنك بروح باي. هذيل ايش فيهم ينو؟ كل واحد بيطلق مرته عشانك؟ يعني لهالدرجة بنات الناس لعبة عندهم؟ أنا مصدومة من التوقيت أكثر من الفعل. ما أبي أنحط بهالموقف وبهالوقت بعد أنا ناقصة. النوب لا يكون بتردين حق هالدعلة اللي اسمه رائد، والله أذبحك. لا 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 موضوع رائد انتهى. بس اللي قاله خلاني أغير تفكيري بموضوع فهد. وش على هذا من ذاك؟ شكو؟ رائد متزوج زواج تقليدي ومو قادر يتحمل مرته سنة، وفهد متزوج بنفس الطريقة، وكاهو ببيع مرته بس لأنه حب واحدة فجأة. وهالشي هذا يخليني أخاف أخسر فهد. نعم تخافين تخسرين واحد كذاب ونصاب وبيبيع كل شيء على قولتك عشان واحدة حبها؟ عادي يعني سهلة عليه باكر يحب عليك مثل ما حب على مرته. دلوي إحنا قاعدين نكبر ما نصغر، واحتمالية أن أنا أتزوج عن قناعة وحب تقل أكثر. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ننتيني، فريتي مخي ماني فاهمة منك شيء. يعني ما أبي أنحط مكان مرت فهد ومرت رائد، تزوجه وزواج أهل وشوفه إيش قاعد يصير فيهم. أنت كل شوي بتروحين وتردين على هالموضوع؟ ترى هذا نصيب ما له شغل، وبعدين ياما ناس تزوجوا عن حب شهر ما تموا ويا بعض. عقدة أمي وأبوي مسببت لي أزمة، أحس فهد آخر فرصة لي علشان أتزوج الزواج اللي حلمت فيه طول عمري. وتهدمين بيته وحياته. النوب إيش في سكتي؟ بتردين حق فهد حتى لو هالشي خلاه يطلق مرته؟ بقول لك شيء بس هو من باب تفكير يعني مو قرار نهائي، بشرط ما تحاسبين ولا تصارخين. قولي. مو شرط يطلق،